إلى الشأن العالمي، كل الأنظار تتجه نحو الفيدرالي، وإن كان الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعطى استقلالية واضحة لدينا للفيدرالي جيروم باول أن يقدم على السياسات النقدية متى شاء، طبعا بسحب البرامج التحفيزية، لكن كان قد ألمح بأنه من الضروري إعادة النظر في قراءة البيانات الاقتصادية. هل نحن على أعتاب تنفيذ 5 مرات رفع لأسعار الفائدة؟ معي السيدة لينا قنوع، محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب، أهلا ومرحبا بك دائما معنا. لينا، دعيني بالدرجة الأولى يعني ألمح إلى الأثر على القنوات الاستثمارية الذي سيفرض الفيدرالي ما أن يبدأ برفع أسعار الفائدة. أبدأه معك مع الذهب. نعم، اهلا بك رولا. بالفعل يعني عم نشوف اسعار الذهب اليوم ارتفعت، او من امبارح عم نشوف الارتفاعات وصلت ل 1840 بقرب من اعلى مستوياتها منذ اكتوبر الماضي. هذه الارتفاعات عم نشاهدها هي سببها اولا انخفاض عوائد سندات الخزانه الامريكيه بعدما ارتفعت ولامست مستويات 1.19%، فلعبت دورا اساسيا في ارتفاع اسعار الذهب، وايضا توترات الجيوسياسيه في بين روسيا واوكرانيا، هذا ايضا سبب دعم لأسعار الذهب. لا ننسى أن التضخم مرتفع سواء في الولايات المتحدة الأمريكية 7%، بمنطقة اليورو 5%، ببريطانيا 5.4% في آخر التحديثات. فبالتالي عم نشوف أنه أسعار النفط عم تلعب دور أساسي بالفعل في الطلب على المعدن الثمين، لأن ارتفاع أسعار النفط هذا بسبب ارتفاع التضخم. هناك يعني عوامل تعتبر مباشرة وغير مباشرة ارتفاع التضخم عن طريق ارتفاع أسعار النفط، سواء عن طريق زيادة أسعار المشتقات النفطية وأسعار البنزين، بالتالي بيؤدي ارتفاع التضخم. والتأثيرات الغير مباشرة عن ارتفاع تكاليف المصانع والشركات والمنشآت التي بتنقل تكاليف الشركات، لأن بتنخفض هوامش الربحية إلى المستهلكين، فبالتالي بيرتفع التضخم. فلا ننسى انه كمان ايضا الدولار تراجعه، يعني ما راح نخفي اثر الدولار، اي تراجع للدولار الامريكي طبعا ارتباطي بالعلاقه العكسيه عم يدعم اسعار الذهب. انا برجح انه برايي الشخصي فنيا كمستويات ال 1840، لو وصلنا لمستويات ال 1850 وتجاوزنا مستويات ال 1865، بحال بقاء مستويات فوق مستويات ال 1810 راح نكون في الاتجاه صار، لكن في حال اي تغييرات و من ترقب من قبل الفدرالي الامريكي او الاحتياطي بتسريع وتجديد السياسه النقديه سيكون له اثر عكسي على او اثر عكسي، وربما نرى الاتجاهات الهابطه. فيستفيد بالفعل الذهب من عده نقاط، وخاصه انه خطوه بنك الشعب الصيني لها اثر كبير ايضا في زياده الطلب بخفض معدل القراض الرئيسي. طيب خلينا اذهب الى سياسات البنوك المركزيه، وعندنا تباين في فجوه في الأداء، بنوك تتجه إلى تشديد مثل الفيدرالي الأمريكي سبق بنك إنجلترا ولكن بنسبة محدودة، وبنوك ما تزال تسعى إلى البقاء إما في خطة تيسيرية أو حتى في تخفيض أسعار الفائدة مثل ما فعلت الصين. إلى أي حد تعتقدي أنه هذا يعود في الصين تحديدا سببه إلى تباطؤ الخوف من تباطؤ النمو الاقتصادي؟ نعم، كما أشرت بالفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني بنسبة 4% هو السبب في لجوء خطوة بنك الشعب الصيني والبنك المركزي الصيني في خطوة لتخفيض معدل الاقتراض الأساسي بعشر نقاط أساس معدل سعر فائدة الاقتراض لخمس سنوات، طبعا من 4.65 ل 4.6. فهذه خطوات بالتالي تعتبر لدعم الاقتصاد من التباطؤ الذي حصل. لا ننسى أنه تباطؤ الاقتصاد الصيني إذا قارناه من 18.13% في الربع الأول إلى 4% في الربع الرابع، ويعود لعدة أسباب وعدة عوامل. نحن نرى أزمة إيفيغراند أثرت على العقار، وبالتالي عندنا أزمة أوميكرون وأيضا أزمة سلاسل التوريد، كلها هذه سببت أزمة وأدت إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني. وبالتالي خطوة بنك الشعب الصيني أنه يقوم بزيادة التحفيز، لا ننسى أنه التضخم ما زال يعني في الصين منخفض، نتحدث عن 1.5% بالمقارنة مع مستويات التضخم في العالم، فبالتالي مستمرة إجراءات التحفيز في نتيجة التضخم. أما المعضلة الأساسية في باقي دول العالم، في الولايات المتحدة المشكلة الأساسية هي التضخم. طيب خلينا أذهب إلى هذا الموضوع، يعني إلى أي حد تعتقدي
لينا بأنه موضوع ارتفاع أسعار الطاقة النفط تحديدا هو الذي سيدفع بأسعار التضخم أن تبقى في تسارع نحو الارتفاع، وهذا ما يدفع ربما بالرئيس الأمريكي في وقت سابق للتحفظ حيال أسعار الطاقة وأسعار النفط مرتفعة. نعم، يعني كما أشرنا سابقا أسعار النفط لها تأثير مباشر وغير مباشر، فبالتالي على ارتفاع التضخم. في برأيي عم نشوف نحن أنه منشوف كمان أسعار النفط على الارتفاعات على منشوفها لعدة عوامل، سواء نحن عم نتوقع في نقص في الإمدادات وارتفاع الطلب العالمي على النفط، متوقع أنه 100 مليون برميل يوميا يعود الطلب إلى ما قبل مستويات جائحة كورونا. لا ننسى المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يظهر أيضا تراجع في المخزونات، شهدنا لعدة أسابيع متتالية ربما يعني التوقعات بمليونين وخمسمائة ألف برميل يوميا. وأيضا إذا نظرنا إلى المخزون في التجارة في الولايات المتحدة وأقل من متوسط خمس سنوات، يعني أقل من 8%، فكل هذه العوامل عم تدعم أسعار النفط نحو الارتفاع. إضافة إلى ذلك يعني نحن عم نشوف أنه كيف إذا نظرنا إلى عوامل أخرى وأساسية، هي العوامل السياسية، عوامل خط أنابيب العراق إلى تركيا أثر بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط، أي أوضاع جيوسياسية أيضا بتأدي لأسعار النفط. أوبك بلس عم تقوم بزيادة الإنتاج بشكل تدريجي وب 400 ألف برميل يوميا، فبالتالي هناك دول غير قادرة على تطبيق أو الالتزام بزيادة الإنتاج، فهذا عم بيدعم أسعار النفط نحو الارتفاع. مع أزمة يعني عم نشوف أزمة سلاسل التوريد، ارتفاعات أسعار النفط الغير مسبوقة عم تجعل التضخم عم يرتفع بشكل كبير، فمتوقعين أنه أسعار النفط تصل لمستوى 90 دولار، وعلى المدى المتوسط والطويل ربما نصل إلى مستويات 100 دولار، إلا إذا كان هناك عوامل أساسية يعني غيرت السيناريو. شكرا جزيلا لك دائما ضيفتي طبعا السيدة لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في إيكو تي في.